سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، استمع الآن إلى قراءة أخينا الشيخ عبد العزيز العقيل للأحاديث، ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفر له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوه له بمثلها، وإن تركها فاكتبوه له حسنة، إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث عظيمة، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك عظيمة، ولكن فيها من الدلالات والمعاني ما رأيت أنه يصعب أن نستقصيها في هذا الدرس، ونحن جئنا من أجل أن نتعلم وليس من أن ننهي كتابا. وهذه السنة الثامنة منذ بدأنا بمختصر المنذر رحمه الله، مختصر لصحيح مسلم، ولا زلنا في نصف كتاب الإيمان. فالعبرة ليست بكثرة ما نأخذ، إنما بقدر ما نتعلم ونستفيد. وبالعادة نأخذ في كل درس حديثا واحدا، واليوم كما ترون معنا ثلاثة أحاديث، ولهذا قلت يصعب أخذها كلها في هذا الدرس، إنما سأبدأ بها والباقي نكمله بالدرس القادم بإذن الله في الشهر الخامس بإذن الله جل وعلا. هذه الأحاديث عجيبة أيها الأخوة كما سيأتي في الشرح، وهي تتعلق بنية الإنسان في الخير والشر، بنيته في عمل حسنة سواء عملها أو لم يعملها وما له من الأجر. ومن أعظم ما في ذلك من فضل أيضا أنه حتى السيئة إذا هم بها، لاحظوا لم يقل أنه لا تكتب عليه سيئة، وهذا من فضل الله أن تكتب له حسنة. مجرد أنه هم بسيئة يريد أن يعملها ثم لم يعملها من أجل الله لا لسبب آخر، تكتب له حسنة، وهذا فضل عظيم كما سيأتي إيضاحه بإذن الله. هذه الأحاديث رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن همام ابن منبه، وهو أحد الرواة عن أبي هريرة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وهي كلها تتحدث عن النية والأعمال. فإيرادها في باب الإيمان الذي نحن فيه الآن لأن تتعلق بالأعمال، والأعمال جزء وباب من أبواب الإيمان، لأن مجرد الإيمان التصديق لا يكفي كما قال الكرامية. الصحيح أن الإيمان هو درجة أعلى من الإسلام، وإذا كان الإسلام هو عمل الجوارح
ونطق اللسان وعمل القلب، فالباب أيضا الباب الإيمان أعلى منه، فالأعمال داخلة في كتاب الإيمان ولذلك جاءت في هذا الباب، ثم هي أيضا داخلة في جزاء الأعمال كما هو هنا، تكتب له حسنة إلى 10 أمثالها، تكتب عليه سيئة، وهذا داخل في باب الإيمان باليوم الآخر. وكلنا نعلم أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، إذن هي داخلة في كتاب الإيمان. وهو أيضا حديث قدسي كما في هذا الحديث، فهو يثبت صفة الكلام لله جل وعلا، وهذا أيضا من الإيمان، تبع للإيمان أن نؤمن بما وصف الله جل وعلا به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا أمامنا الحديث، قال الله عز وجل، إذن فالله جل وعلا متكلم ولم يزل ولن يزال متكلما، وإثبات صفة الكلام لله مهم جدا، لأن هناك من المبتدعة من يقولون هو الكلام النفسي لا اللفظي، والصحيح أن القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه، والحديث القدسي سيأتي تفسيره إن شاء الله. فأما العنوان، باب إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثال، هذا تبويب المنذري. أما في صحيح مسلم، علما أن الإمام مسلم لم يبوب لكتابه، إنما جاء بعض المؤلفين فيما بعد والشراء وألفوا ووضعوا أبوابا لصحيح مسلم. أكرر هذه المعاني معنا، تكررت معنا لترسيخها. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب صحيحه، وظهر فقه الإمام البخاري من خلال تبويبه. أما الإمام مسلم فلم يبوب، سرد الحديث سردا، لكن جاء من بعده من أجل إيضاح الأحاديث وتبويبها فبوب لها. فلذلك الذي في صحيح مسلم، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب، وهذا أليق من تسمية أو من تبويب المنذري رحمهم الله جميعا، وكلها من باب التأخير. راوي هذه الأحاديث أبو هريرة، ولي وقفة مهمة جدا عن موضوع أبي هريرة رضي الله عنه، لأن فيه حقيقة في سيرته عجب. هذا الصحابي الجليل هو أبو هريرة الدوسي، وأصح أسمائه أنه عبد الرحمن بن صخر. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله: هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات، اختلف في اسمه لأنه اشتهر بأبي هريرة، ويعرف الآن إذا اشتهر الإنسان بلقب قد بعض الناس لا يعلم اسمه، ولكن أصح الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر. قيل له: لماذا سميت بأبي هريرة؟ قال: أنني وجدت أولاد قطة برية، الهرة هي القطة، فوضعتها أولاد صغار فوضعتها في كمي، يبدو وكان صغيرا، أي حملها في كمه، فأطلق عليه هذا اللقب بأبي هريرة، فغلب على شهرته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يناديه: يا أبا هر، يا أبا هر، من التلطف معه. وقل من يعرفه، لو تقول لبعض طلاب العلم أحيانا ربما تقول: من هو عبد الرحمن بن صخر؟ ما يتبادر إلى ذهنه أول الأمر أنه أبو هريرة. فأحيانا بعض الألقاب تشتهر، والألقاب على 3 أنواع: لقب جميل جدا يفرح به صاحبه، فأذكر مثلا، وتعرفون في مجتمعنا تغلب هذه الألقاب خاصة إذا كانت العائلة كبيرة، فألقاب تكون مناسبة. أذكر مثلا عائلة يسمون بأبي سجدة، فأنا سألتهم قلت: هل هذا اللقب يؤذيكم؟ قالوا: لا، يسرنا، لأن والدنا كان طويل السجود، فشهادة في صلاة وعرف بطول سجوده وعبادته، فأصبح يفرحون به. اللقب الآخر يكون عادي، لا فيه ذم ولا مدح، كأبي هريرة.
إلا إذا عرف السبب وهي رحمته بهؤلاء الأولاد أولاد هذه الهرة، لكن الناس لا يعرفون لماذا صلى، لولا أنه أجل. وأحيانا وهذا الذي أردت من أجله ألقاب سيئة مع كل أسف، وهذا لا يجوز التسمي بها ولا تسمية الناس بها لأنها تؤذيهم. وكون هذا الرجل لقب بها لسبب من الأسباب أو لقب جده في يوم من الأيام من جهلا فلا يجوز، لأن هذا من التنابز بالألقاب. ولذلك إذا وجدنا هذه الألقاب التي لا تعتبر هي الاسم الصحيح للشخص أو لعائلته قبيلته، فإن كانت من أسماء ممدوحة حسن، إن كانت من أسماء العادية التي لا تؤثر والمباحة فلا حرج، أما إن كانت من الألقاب المؤذية فلا يجوز يؤذى بها الإنسان. هذه مسألة في هذا. أبو هريرة رضي الله عنه أسلم السنة السابعة، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحدود 3 أو 4 سنوات، وأصبح أكثر الصحابة رواية للأحاديث، يعني لم يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 أو 4 سنوات فقط، لأنه أسلم عام خيبر، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دوس. وعندما نقول اليماني ليس من اليمن التي نعرفها الآن، إنما هو من قبيلة دوس الموجودة الآن في منطقة الباحة وما حولها، وكانوا يطلقون على ما كان جنوب الطائف يطلقون عليه لفظ اليمن. وللعلماء كلام مر معنا، قيل حتى من مكة وجنوبها يقال له يمن، بل قيل من المدينة وجنوبها يقال له يمن. هذه ألقاب أو حدود جغرافية، لكن حتى نعرف مكانه فهو من دوس، ودوس من أزد شنوءة، قبيلة في العرب مشهورة معروفة. فحمل على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأحاديث. ولذلك قد يسأل سائل ويقول كيف أنه ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات ومع ذلك هو أكثر الصحابة بإطلاق، حتى أكثر من عائشة رضي الله تعالى عنها التي هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه أكثر، وأكثر من رواية بقية أصحابك أبي بكر وعمر وغيرهم. أجابه عن ذلك بهذا الجواب، فكونه يحفظ هذه الأحاديث مع قصر المدة قال معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، حفظ أبي هريرة ورواية معجزة. نعم، نستمع لروايته رضي الله عنه. قال الذهبي كان رحمه الله كان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة، فعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تسألني عن هذه الغنائم أو من هذه الغنائم التي يسألني أصحابك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يغزو ويحصي على غنائم، يقول ما تسألني عنها، ما تقول أعطني من الغنائم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون يقول أعطنا يا رسول الله من هذه الغنائم، فأجابه يقول قلت أسألك أن تعلمني مما علمك الله، هذا اللي أريد فقط، أسألك أن تعلمني مما علمك الله. قال فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نمرة كانت عليه مثل ما نقول فروة، فبسطها بينه وبينه يقول حتى كأني أنظر إلى النمل يمشي فيها، لأنه بسطها في الأرض نمرة يسيرة يدب عليها. فحدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، طبعا ليست أحاديث كثيرة، حتى يقول استوعبت حديثه، قال اجمعها فصرها إليك، يقول فجمعتها فصررتها إلي، فأصبحت لا أسقط حرفا مما حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسقط حرفا. هذه معجزة عظيمة جدا. وفي بعض الروايات أنه قال أنا أصحبك أو كنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني بس، لا يهم. نعم، حتى إن كان له أنبار فيها، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحب أم أبي هريرة، ونحن نشهد الله وملائكته أننا نحب أبا هريرة وأم أبا هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها. وقد يكون ولا أحقق هذا تأخر في زواجه. فالشاهد أنه كما قال الإمام الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره، يعني أحفظ الصحابة بإطلاق.
وعن عبد الله بن قال أبو هريرة لا أعرف أحدا، يقول أبو هريرة لا أعرف أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديثه مني. هنا وقفة، قد يقول قائل أليست هذه تزكية؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول لا تزكوا أنفسكم. في فرق بين التزكية أيها الأخوة والخبر. الخبر الإنسان يخبر عن نفسه بما فيه من خير أو ثقة أو معاملة، هذا خبر. أما التزكية فلا تجوز، وهو المدح والثناء على النفس. مثال يوسف عليه السلام يقول لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وما قاله ليمدح نفسه، إنما قاله يقول هذه مؤهلاتي حتى يسلمه بيت المال. وأيضا لما جاء أخوانه نعم قال وأنا خير المنزلين، أي من يكرمكم. هذا لم يقلها يوسف عليه السلام من باب مدح نفسه، إنما من باب الإخبار أنه سيفي لهم وسيكرمهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. المقارنة بين الاثنين أنه ابن عبد المطلب هو نسب لا يقدم ولا يؤخر فيه، يعني إلا أنه ذكر والده. فقبل أنا النبي لا كذب من باب إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن نصل هنا إلى أن المدح، مدح الإنسان لنفسه إذا كان لم يقصد التزكية إنما قصد الإخبار بحاله، نعم فلا حرج في ذلك. وكما قال في قصة يوسف موسى عليه السلام وصاحب مدين ستجد إن شاء الله من الصالحين، لما اتفق أي أنه سيفي له بالوعد. فيعطي الإنسان أحياناً من نفسه لأن قد يكون الذي أمامه لا يعرفه. ولذلك يسألني بعض الشباب أحياناً يقول هل الشهادات التي معنا تعتبر من باب التزكية؟ لا. هل لو ذهبت إلى أحد المشايخ وقلت له أعطني تزكية أو تعريف هل هذا من المدح؟ لا، هو حتى تقبل في عملك وتيسر أمورك، وهم باب الشفاعة. فإذا قول أبي هريرة هنا، وهذه نقطة مهمة، لا أعرف أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ مني، هو إخبار لمزيد التوثيق، لأنه لا أقول قد يكون علم من النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، من يأتي سيطعن في أبي هريرة، وهذا ما حدث. فهناك شخص فقد طعن أولا في أبي هريرة، هناك من طعن فيه، وكيف تصدقون أن أبا هريرة 3 سنوات أو 4 سنوات ويروي يكون أكثر الصحابة رواية، أكثر من الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة. فهناك ومنهم محمود أبو رية، هذا الرجل ألف كتاب اسمه أضواء على السنة المحمدية، وبئس الكتاب ومن قدم له، وبئس من قدم له، وهو طه حسين، هذا الذي طعن في القرآن طه حسين. ومعروف أنه مع كل أسف الذي يسمى زورا وعدوانا عميد الأدب العربي، ومعروف ضلالات طه حسين، وخاصة في كتابه الشعر الجاهلي وما قال فيه من باطل، وكان حانقا على الأزهر. فمحمود أبو رية كان في الأزهر ففصلوه، قالوا لأنه كان كسلانا فغضب وحقد على الأزهر، فألف هذا الكتاب طعنا في أبي هريرة انتقاما من الأزهر. ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة. فقام العلماء وتصدوا لأبو رية. من أبرز من رد عليه من العلماء على منهم دكتور مصطفى السباعي في كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، وكذلك محمد عبد الرزاق حمزة وهو من كبار علماء الأمة في كتاب اسمه ظلمات أبو رية، ظلمات أبو رية. وكذلك الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله، وأنا أدركته قبل سنوات، كان له برنامج جميل جدا في الإذاعة بلغة فصيحة وقوية وجميلة، كان فيما أذكر أستاذا في جامعة أم القرى وتوفي بعد ذلك رحمه الله، فألف كتابه أيضا دفاع عن السنة. وكذلك الدكتور محمد أبو زهر رحمه الله في كتابيه الحديث والمحدثون ومنزلة السنة في الإسلام، وكذلك الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه الله في كتابه حجية السنة،
وكذلك الدكتور محمد عجاج الخطيب وهو من أساتذتنا في كلية الشريعة حفظه الله في كتابيه السنة قبل التدوين وأبو هريرة راوية الإسلام. هؤلاء بعض من دافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقال عن أبو رية، هذه نقطة مهمة جدا، أنه عنده شائبة الرفض، وهذا يحل اللغز عنده. ما نقول أنه رافضي، الذي طعن في أبي هريرة عنده شائبة الرفض، لأن الطعن في أبي هريرة طعن في روايته ليسقط آلاف الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم وغيره، وهذا منهج الرافضة. أهداف الرافضة أن يسقطوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يواجهون السنة مباشرة. ماذا يأتون؟ يطعنون في الرواة أحيانا، فهنا طعنوا في أبي هريرة. فلذلك الذين قالوا إن محمود أبو رية عنده شبهة الرفض لها وجه، لأن هذا منهج الرافضة في الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة أيها الأخوة، من أكذب خلق الله على الإطلاق، أكذب من اليهود والنصارى وغيرهم، هم الرافضة. هذا أمر ثابت، نعم، في دليل البرهان. هم يقولون نؤمن بالقرآن ما نؤمن بالسنة. أولا هذا الكلام غير منطق وغير صادق، فلو كانوا يؤمنون بالقرآن لآمنوا بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثانيا هم يقولون بتحريف القرآن، ويقولون إن القرآن ناقص. وأذكر لكم حادثة حدثني بها من أحد أطرافها، لأننا في وضع الآن، الوضع مع كل أسف، إيران وامتدادها وتلبسها بالمذهب الرافضي، مع أني دائما أقول ليس حتى إيران ليست شيعية، إيران تستغل المذهب الشيعي ومذهب الرفض لتصدير ثروتها، وإلا فهم إلى المجوس أقرب، وذكرت بعض الأدلة في درس ماضي. وليس هذا مكان هذا البيان، ولكن يقول لي أحد الأخوة حضرت، دعاني أحد الوجهاء في الرياض، وهذا الدكتور اللي يحدثني أستاذ في إحدى الكليات الجامعية وصاحب حجة، يقول فلما جئت وجدت فيه أحد عدد من طلاب العلم، ووجدت فيه أحد زعماء هؤلاء ممن يدعي أنه معتدل، والصحف تظهرها الآن أنه معتدل، موجود شخص من زعماء هؤلاء الرافضة والتشيع، وقد دعاه هذا الوجيه بحجة أنه رجل في قومه وأنه معتدل وأنه ليس عنده غلو وأنه يقول لما جلسنا بدأوا يتحدث هذا الرافضي، هذا الشيعي، مع أنه هناك فرق إلى حد ما بين التشيع والرفض، ولا أريد أفصل، يتحدث عن التسامح وأننا كلنا سواء. المشكلة يقول أن أحد طلاب العلم الذين له مكانة سار معه في هذا الخط، وهذا باب خطير الحقيقة. اليوم أقرأ رسالة أهداني لها الأخ، أهداني إياها أخي أبو سامي جزاه الله خير، مختصر لبكر أبو زيد، عن رسالة لأخي الدكتور ناصر القفاري في التقريب بين السنة والشيعة، اختصرها بكر أبو زيد، وهذا من تواضع الشيخ بكر أبو زيد في أن يختصر كتابا لأحد من يعد طلابه وفي سن طلابه. فأظهر فيها أن قضية التقريب كذب، والحوار مع هؤلاء باطل، إنما هو لترويج مذهب الرفض، وانخدع به بعض طلاب العلم. الشاهد ترجع لقصتنا، يقول لما وجدت السجال بينهم، هذا يمدح وهذا يثني، وقلت للوجيه الذي دعانا، وهذا من باب الأدب، أتسمح لي أن أناقشه؟ قال تفضل. قلت لهذا الرجل المعتدل ماذا تقول عن القرآن؟ قال أؤمن بالقرآن. قلت هل تقول إن القرآن ناقص أو محرف؟ قال أعوذ بالله لا أقول بهذا. لاحظوا، يقول قلت الحمد لله. طيب، هل تكثر من يقول إن القرآن ناقص أو محرف؟ قال لا، لأن زعماءه. يقول فالتفت على الشيخ الذي كان يساجله ويتلطف معه، قلت يا شيخ، وهو من المشايخ الذي لهم مكانة وعلم،
أسألك بالذي خلقك ورزقك وعلمك، ما شاء الله أطلق عبارة. ما تقول في من لم يكفر من يقول إن القرآن ناقص ومحرف؟ قال كافر. فقام هذا الرافضي غضبا وقال للوجه: أجئتم بي هنا تكفرونني؟ يقول: ما كفرناك، أنت الذي كفرت نفسك. نعم، لأنه قال: أنا لا أقول القرآن محرف، لكن لم يكفر من قال هؤلاء. هذا مذهبهم. نرجع لأبي رية، نختم بهذه الكلمة لأهميتها. يقال إنه عند الموت، وبدأ في سكرات الموت محمود أبو رية الذي طعن في أبي هريرة طعنا في السنة الصحيحة الثابتة، لما أصابته سكرات الموت أخذ يئن ويقول: آه أبو هريرة، آه أبو هريرة، وظل يكرر هذه الكلمة حتى نزعت روحه ولم ينطق بكلمة الحق. قد يمحال بين الإنسان وبين أن يقول كلمة الحق، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، لا ينفعه. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، بعد أن أعلن في هذا الموقف أنه موحد فرعون، أما أدركه الآخر قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وذكر العلماء عجيبة في هذه الآية لم أنتبه لها إلا قبل أيام، أنه ما قال آمنت بالله، أن يضطر في آخر لحظة ويصيبه الغرق حول الذين أذلهم واستعبدهم ينطق بالحق وإن كان لم ينفعه، أنهم هم الذين على الحق وهو على الباطل، فيقول: آمنت الذي آمنت به بنو إسرائيل، ألم تستحي نساءهم وتقتل أولادهم وتقتل رجالهم؟ إذلال له. فهذا معنى دقيق في عند الموت. الشأن خطير جدا، ومقدمات الإنسان تكون سببا بإذن الله لحسن خاتمته، أحسن الله خاتمتنا جميعا. إذن هذا ما يتعلق في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث عنه ومن روى عنه، روى عنه الذين رووا عن أبي هريرة قرابة 800 شخص من التابعين، من الصحابة والتابعين، حتى بعض الصحابة رووا عن أبي هريرة، مع أن بعضهم إسلامه كان أسرع قبل إسلام أبي هريرة، لكن كانوا كل ميسر لما خلق له في أعمالهم وفي الجهاد وفي غيره. وهذه حكمة الله جل وعلا أن توزع المواهب والقدرات. فأبو هريرة من حكمة الله أن يفرغ للسنة، فروى عنه قرابة 800 من الصحابة والتابعين، دليل على مكانته ومنزلته. وأطلت فيه حتى لا نسمع فيه قول شانئ أو مغرض أو من يبثون الشبه الآن، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ننتقل، أما الراوي همام بن منبه فهو الراوي عن أبي هريرة في هذه الأحاديث، وهو همام بن منبه ابن كامل بن سيج الأنبناوي الصنعاني، هذا الآن من اليمن من صنعاء، المحدث المتقن أبو عقبة والثقوي يحيى بن معين وغيره. قال أحمد بن حنبل: كان يغزو وكان يشتري الكتب لأخيه وهب بن منبه المعروف، وعمر طويلا حتى إنه قيل من طول عمره سقطت أجفانه على عينه، ومد الله في عمره، وكان من رواة أحاديث التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه. يقولون كان سريع البديهة، وهذه نخفف في مثل الدرس مثل هذه القصص الجميلة. فكان يوما همام بن منبه جالسا عند ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فجاء رجل قرشي من قريش فقال له: من أين أنت؟ قال همام: من أهل اليمن. فأراد ذاك الرجل أن يداعبه، ولكن لم تنجح المداعبة، لأن يقول همام كان سريع البديهة. فقال هذا الرجل القرشي: ما فعلت عجوزكم؟ أي بالقيس. فرد عليه على البديهة قائلا: عجوزنا أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وعجوزكم حمالة الحطب. فغضب الرجل، فقال الزبير: ألا تعلم من هذا؟ قال هذا همام بن منبه، لماذا تتحرش به؟ ألا تعرفه؟ فكان رد سريع جدا، وهذه معاني عظيمة جدا. ولذلك الإنسان
ينتبه إذا قال كلمة قد تأتي عليه وعلى مراده. الشاهد أن همام بن منبه روى صحيفة معروفة بصحيفة همام بن منبه، وحققها العلماء، وفيها قرابة 138 حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا ملخص عن هذه الترجمة المهمة حتى نعرف كيف نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مضبوطة متقنة، وجاء العلماء بعد ذلك ليزيلوا عنها ما علق بها ربما من روايات ضعيفة أو من رواة ضعفاء. نرجع للحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا، فمعناه أنه حديث قدسي. ما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. ولذلك في بعض الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، فيما يرويه. طيب هل الحديث القدسي هو القرآن؟ لا. اختلف العلماء هل الحديث القدسي هو كلام الله لفظا ومعنى أو معنى دون لفظ، على قولين ذكرهما محمد أبو شهبة رحمه الله. قيل إن الحديث القدسي هو كلام الله لفظا ومعنى. طيب هل نقول إنه قرآن؟ لا، يختلف عن القرآن بعدة أوجه، سأذكر منها 7 أوجه. أن القرآن الكريم معجز بلفظه ومعناه، بينما الحديث القدسي ليس معجزا. أن الصلاة لا تصح إلا بالقرآن، فلا يأتي إنسان ويقول أنا أقرأ بحديث قدسي ما دام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. أنه متعبد بتلاوته، لما تكرر سورة أو آية من القرآن كم لك من الأجر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم. أما الحديث القدسي فلا يتعبد بتلاوته، لكن فقط الإنسان إذا كان يطلب العلم فله أجر على ذلك. أيضا أن القرآن الكريم منقول بالتواتر، بالتواتر، بينما الحديث القدسي قد يكون نقله كالأحاديث، قد ينقل بالتواتر وقد ينقل بطريق الآحاد. أن لاحظوا القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، من أول الفاتحة إلى آخر النص لم يسقط منه حرف واحد، وتكفل الله بحفظه. بينما الحديث القدسي كالأحاديث لم يتكفل الله بحفظه كما حفظ القرآن، وإن كانت السنة بمجملها محفوظة. تذكرون أن رجلا من غير المسلمين أراد أن يتأكد من، لأنه غير مسلم، من حفظ الله للقرآن، فجاء ونسخ نسخة من التوراة وحرف فيها، فأعطاها أحد من يكتب ينسخ، فنسخها، ثم جاء بنسخة من الإنجيل وهكذا، ثم جاء بنسخة من القرآن وعدل حرفا واحدا، حرفا واحدا، فلما أخذها رماها، قال هذه ليست القرآن، فقط لأن فيها حرف من الأول القرآن الأول. يحدثني رئيس مجمع مصحف الملك فهد الذي أمامنا، يقول أثناء تصحيح النسخ، لأن يعني تعرفون طبع طباعة جديدة، يقول بالقراءة التي فوق 100، ما أدري قال 121 أو 20، وجدنا فقط ملحوظة بحركة ولا ما في خطأ بآية، ولذلك تعتبر هذه المصاحف متقنة مراجعة، وهذا من حفظ الله لها. وذكر العلماء أن من حفظ الله، وهذه لنا فائدة وحتى لأبنائنا، وجود الحفظة الذين يحفظون القرآن في الحلقات، فإذا حفظت القرآن أو حفظ ابنك القرآن أو شيئا من القرآن فإنك ممن استعملهم الله بحفظ القرآن. أيضا القرآن لا يجوز على القول الراجح مسه للمحدث، وأن لا يمس المصحف أو القرآن إلا طاهر، كما في الحديث عمرو بن حزم. القول الراجح في المسألة أن الإنسان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر.
لكن لو أنه كان كتاب تفسير قالوا أو مس أطرافه على خلاف فيه فهذا. ولذلك حتى المرأة الحائض والنفس خلاف بين العلماء هل تقرأ أو لا تقرأ، والصحيح أنها تقرأ لكن لا تمس المصحف. كيف إذن تقرأ إذا كانت غير حافظة؟ قالوا تقرأ في حائل، تضع معها حائل. واليوم الحمد لله لا إشكال، هذه الجوالات الآن لا تعتبر مصحفا، لا تعتبر مصحفا. فالإشكال اللي كانت تعاني منه بعض الأخوات في مس المصحف الآن زال. فكونك أنت أو هي مرأة وهي حائض أو أنت على غير طهارة أو أي واحد منا يقرأ بهذا المصحف في الكمبيوتر ولا في الجوال لو لم يكن على طهارة، لأن لا نعتبر هذا مصحفا. ومن أقوى الحجج، لأن في بعض العلماء ما يرى ذلك، من أقوى الحجج الجميلة أذكر ذكر أحد كبار علمائنا، وإن كنت لم أتوثق منها فلن أذكر اسمه، لكن الفتوى صحيحة. لما قيل له أليست هذا الذي في الجوال القرآن؟ قال هذا انعكاس، لو أن رجلا جاء بالمصحف ووضعه أمام مرآته هل يجوز لمس المرآة ولا ما يجوز؟ يجوز. قال هذا هو الكمبيوتر وهذا هو المصحف الذي فيه، هو انعكاس فليس مصحفا ولا يسمى مصحفا. ثم أنك إذا أخفيته ذهب إلى حركات الكمبيوتر المعروفة، نعم اللي هو أو بس لا يبقى مصحف. بعض الأخوة يقول هل يجوز أن أدخل في الجوال في دورة المياه وفي مصحف؟ ما في مصحف، إذا أغلقته لم يعد مصحفا، ليس كالمصحف العادي إذا أطبقته وبقي مصحفا. ويكفي فرق بين تقدير قيمة المصحف ومكانة المصحف، وسبق أن تحدثت بهذا كثيرا، وبين هذا الجوال. فالشاهد أن المصحف أو القرآن لا يمس إلا طاهر، لا تقرأ على القول الراجح النفس والحائض لأن تطول مدتهم إلا بحائل، أما الجنب فالقول الراجح أنه لا يقرأ حتى يغتسل. لماذا قلنا، مع أن في خلاف المسألة، لماذا قلنا أن الجنب لا يقرأ بينما الحائض والنفس تقرأ؟ قالوا الحائض النفس طهارتها ليس بيدها وتطول مدتها، النفس قد تجلس 40 يوما، هل تبتعد عن القرآن 40 يوما؟ وخاصة إذا كانت من الحفاظ تنسى القرآن. وكذلك الحائض قد تبقى 7 أيام أو 10 أيام أو أكثر. فالقول الصحيح أنها تقرأ ولكن بحائل، وقلت لكم أما إن قرأت في الجوال فلا حرج. أما الجنب لحظات يستطيع أن يغتسل ويأخذ المصحف. القول الراجح في المسألة، لأن قلت فيه أقوال، أنه لا يقرأ الجنب. إذن هذا من الفرق. أيضا أن القرآن لا يجوز أن يقرأ بالمعنى أبدا، لا بد أن يقرأ باللفظ. لكن لاحظوا الآن عندنا قراء من إخواننا من العجم قراءته من أعجب ما يكون، فإذا انتهت القراءة تكلمه بالعربية ما يعرف، لا يعرف اللغة العربية، لكن قراءته أحسن من قراءة بعض العرب. فلا يقرأ إلا باللفظ، بينما الحديث القدسي قد يروى بالمعنى. هذا على القول أن الحديث القدسي هو حديث لفظا ومعنى. طيب وعلى القول بأن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق؟ هنا ما نقول الفرق بينه وبين القرآن، لا، الفرق بينه وبين الحديث. إذا كان الحديث القدسي بالمعنى وليس باللفظ، طيب ما الفرق بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الفرق بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحديث القدسي لا يكون إلا بالوحي، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فهو بالوحي. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيكون بالوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه لا يورثنه، هذا وحي. وكما قال عن الشهيد لما قال يغفر له كل ذنب ثم نادى الرجل وقال له إلا الدين، قال جاءني جبريل وأخبرني. فإذا قد يكون الحديث وحيا وقد يكون من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال الله جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى لا يقر على خطأ. ولذلك في حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الرجل عن الشهيد هل يغفر له ذنوب، قال نعم، فنزل جبريل بنفس اللحظة وقال إلا الدين، فنادى الرجل وقال إلا الدين، أو وهو على المنبر إلا الدين. فيأتي من الله جل وعلا إخبار، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا اجتهد فيه تصويبه وبيانه، لأنه في النهاية إن هو إلا وحي يوحى، فتعتبر أيضا هذا عصمة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدقه والله أعلم. يقول في الحديث
الذي معنا إذا تحدث هذا بالحديث إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة هكذا الحديث ما معنى تحدث ليس المقصود تلفظ لا المقصود تحدث بقلبه ولذلك القلب له عمل وله قول إذا تحدث أي تحدث الإنسان بقلبه وهو يسميه العلماء حديث النفس وليس التلفظ أما التلفظ فلو تلفظ الإنسان فيؤاخذ به وهذا من لطف الله بنا أن الإنسان إذا تحدث بقلبه حتى لو بسيئة لا يؤاخذ بذلك فكما بين الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ونسخت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فشق هذا على الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا وقولوا سمعنا وأطعنا فلما ذلت بها ألسنتهم نزل قوله تعالى نعم آمن الرسول بما أنزل إليه إلى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآية فعفى الله عنا عما حدثنا به أنفسنا كما في الحديث قال ما لم يتكلم أو يعمل يرحمك الله تنبيه فائدة الأخ سبب مبارك في هذا من عطس وحمد الله أن يشمته يقول الله يرحمك وإذا لم يحمد الله مع كل أسف يقع الآن في مجالس لا تشمته لأنه أخطأ فإذا حمد الله الفرق بينه وبين السلام لو دخل الإنسان واحد وقال السلام عليكم كلنا سمعناه يكفي واحد يقول واحد عليكم السلام أما التشميت فيجب على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله بارك الله فيك أخي جزاك الله خير ورحمك الله وحفظك الله هكذا نستفيد من مثل هذه النتف الجميلة في وحرص هؤلاء على السنة ولو سمعت حتى وأنت بالهاتف أحيانا من يكلمك يعطف فرد عليه حتى تكسب أولا تقوم بالواجب وتكسب الأجر بارك الله فيكم أيضا يقول عبدي المقصود به المسلم وكلمة عبدي في القرآن وردت لمعنيين المعنى الأول أسأل الله اجعلنا من هؤلاء من عبيد الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده قالوا هي العبودية هو العبد الظاهر هو الطواعية هو المسلم هو المؤمن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وعبودية بالإكراه بالإلزام كما يقول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض يعني مؤمنهم وكافرهم عاقلهم إلا آتي الرحمن عبدا فهذه عبودية الإكراه هل أحد يخرج عن ملك الله جل وعلا لا أحد قال إذا تركها من جرائي يعني أنت الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث أنه من عمل سيئة فتركها يقول من جرائي أي من أجلي أي تركها من أجل الله جل وعلا التارك من جراء الله خذوا هذا التقسيم قد يترك المعصية خوف من الله وقد يكون هذا كله إذا قلنا أنه من جرائي وقد يكون تاركا من جراء الحياء من الله وقد يكون من حبه لله جل وعلا وقد يكون تاركا من جراء طمعه في ثوابه وقد يكون تاركا لأجل ذلك كله وأكملهم من يترك المعصية راجيا خائفا من الله راجيا ثوابه محبا لله جل وعلا وطامعا فيما عنده ربما ينسب إلى رابعة العدوية هذا إن صحت النسبة أنها تقول اشتهرت بالعبادة والزهد والتصوف والله أعلم الحول في كلام كثير حول شخصيتها أو حول ما ينسب لها أنها تقول والله ما عبدت الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره ولكن عبدت حبا له هذا باطل هذا باطل الأنبياء وهم الأنبياء عبدوا الله جل وعلا حبا له ورجاء لثوابه ورغبة في جنته وخوفا من عذابه الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام عبدوا الله حبا لله جل وعلا ورغبة فيما عنده
ورغبة في الجنة وخوفا من عذابه، ثم يأتي من يقول ما عبدت حبا خوفا من عذابه ولا رغبة في جنة وإنما حب الله، هذا كلام باطل، ولكن أقول لعله لا تصح نسبته. أحببت أن أنبه لهذه الأشياء. إذا أحسن أحدكم إسلامه، الإحسان الإسلام هو أن يكون مسلما في الباطن والظاهر، وبعض الناس يحسن في الظاهر ولا يحسن في الباطن، وبعض الناس قد يسيء في عمله، ولكن الذي له هذا الأجر من أحسن في إسلامه، أي هو أصحاب الدرجات العليا، حتى يلقى الله جل وعلا كما في لفظ الحديث هنا، فيحفظها الله جل وعلا له، يلقى الله أي يموت ويلقى الله، ولكن أصبح فلان لقي ربه، أصبح إطلاق يطلق لقاء الله على الموت تجوزا، وإلا فالمراد به الموت حتى يلقى الله أي حتى يموت، لكن لأن الإنسان بعد ذلك سواء الكافر أو المؤمن سيلقى الله في المحشر، ما منكم إلا من يحاسبه ربه مشافهة ليس بينه وبينه حجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف بنا. فإذا هم بالحسنة، لاحظوا هناك عمل الحسنة وهناك الهم بالحسنة وهناك الهم بالسيئة وهناك عمل السيئة، أعيد التقسيم، هناك من يهم بالحسنة ويعملها، وهناك من يهم بالحسنة ولا يعملها، وهناك من يهم بالسيئة ولا يعملها، وهناك من يهم بالسيئة ويعملها، هذا التقسيم الرباعي. أحيانا الواحد منا يهم يعزم على أنه يأتي ليدرك الأذان في المسجد، ولكن قد يتكاسل أو شيء من ذلك، هذا نوع من الهم، وأحيانا قد يكون جادا ولكن جاءه عائق، سبب مشروع منعه من ذلك. قد تكون مثال إنسان هم أن يقوم الآن يصلي ركعتي الضحى، ولما توضأ ناداه والده أو والدته وقال أريد كذا، هذا العمل ولا يستطيع أن يجمع بينهما فتركها ولبى رغبة والده، هذا الذي تكتب له الحسنة، لأنه تركها لسبب معتبر. والهم بالسيئة، قد يهم الإنسان بالسيئة ويعملها، وهذا موجود وكثير، نسأل الله أن يعفو عنا. الثاني يهم بالسيئة ولا يعملها، نسأل لماذا لم يعملها؟ إن كان خوفا من الناس فلا ينفعه، بل قالوا تكتب عليه سيئة. إن كان تركها لله كما قلنا رجاء ثوابه أو حياء من الله أو خوف من عقابه، فهذا هو الذي تكتب له حسنة، تكتب له حسنة. المراد بالهم في الحسنة هو أن يهم الإنسان بقلبه دون الجوارح، وكثير يحدث لنا هذا، كم منا من هم مثلا أنه يأخذ عمرة ثم ما أخذها، وهم أنه يصلي أو يقرأ القرآن ما عمل، هذا تكتب له حسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ولكن قال العلماء المقصود بالهم هنا هو العزم وليس مجرد خاطرة، لاحظوا هذا تفريق دقيق نص العلماء عليه، الهم أن يكون أي جازما عازما، ولكن جاءه مانع أو لسبب صرفه، وليس خواطر. كم مرة يأتينا خواطر أنك تصوم أيام الثلاثة البيض وأنك ستقرأ ولك ما تفعل شيء، هذا قالوا خاطرة لا تنفعك وإن كانت وردت على قلبك إلا أن شاء الله. وسأذكر لكم قصة جميلة حدثتها بنفسي، كنا في مطار الرياض سنذهب إلى جدة، فركبنا الطائرة في شخص عليه إحرامه، تعرفون الذين يذهبون للعمرة غالبا كثير من يلبس الإحرام قبل، لكن ما عقد الإحرام، لاحظوا ما عقد. فلما ركبنا الظهر قالوا انزلوا الطائرة فنغير الطائرة، فيها خلل، نزلنا انتظرنا وقت يسير، قالوا اركبوا طائرة ثانية، لما ركبنا وقمنا نص ساعة قالوا انزلوا الطائرة تحتاج هذه إصلاح. طبعا حدث ضجة بين الركاب والمسؤولين في الخطوط. لما نزلنا في المطار في شخص أخوان أعطاني درس والله ما أنسى، درس عامي بل هداه الله، كان شديد في العبارات وهو الذي دخل معهم في مشكلة، فقال لهم أعطوني كرت السعود، يعني خلاص لن أسافر،
هو الآن عليه إحرامه لكن ما عقد النية. فأنا بلغني أن الطائرة ستقلع، كلمني أحد المسؤولين قال ستقلع الرحلة، سألته قال خلاص، فناديته قلت لا تطلب ستقلع الرحلة، قال لا أنا عندي ما عندي إلا إحرامي، ليس معي ملابس ولا شيء، كنت سأذهب وأعتمر وأرجع بنفس الليلة، الآن ما أستطيع إلا أن أعدل الحج وليس معي ملابس. فإذا ثم قلت له يا أخي الكريم فرصة لك تعتمر، هذا الشاهد. قال ربي يعلم أني ما لبست إحرامي وأنا أكذب، أنا ما لبست إحرامي وحجزت إلا أريد العمرة، وهؤلاء هم الذين أفسدوها علي. تمت تمت تمت، سبحان الله، وأنا أقرأ حديث اليوم أتذكر، قال تمت، ربي غني عني عن عمرتي ويعلم أني ما جيت المطار وحجزت إلا أريد أذهب، هؤلاء الذين أفسدوها علي وأنا اختلف البرنامج علي، والله سبحانه وتعالى غني علي. وجدت هو هم بحسنة وعزم عليها وسعى إليها ولم يعتمر. فينطبق عليه هكذا ما نرجوه هذا الحديث، فإن الله غني عنا فعلا، لكن أننا نكون فعلا جادين فيها. أما مجرد الواحد خاطرة أنه يمكن سيأخذ عمره لكن لا يفعل ولا يعمل أي شيء، قال العلماء هذه خاطرة لا تنفعه، ليست لا ينطبق عليه هذا الحديث. هذا معنى جميل. بعض العلماء لولا أنهم أشاروا إليه ما ذكرته، كيف الهم بالقلب، الهم في القلب لا أعلمه إلا الله. طيب ذكر في الحديث أنها تكتب له، يعني من يكتبها؟ الملكان، الملك الموكل بالخير يكتبها له حسنة إلى 10 أضعافها. سأل العلماء هذا السؤال موجود، وما يدري الملك عما في هذا القلب، خاصة إذا لم يكن له أي ظاهر، ليس مثل صاحبنا الذي ذهب إلى المطار ولبس إحرامه. قالوا هذا يكون الله جل وعلا جعل له للملك سبيلا يعرف ذلك، ونحن لا نعلم كنها ولا ندخل في تفاصيله. نحن نؤمن يقينا أن هذا الرجل الذي هم أمر الله كما في نفس الحديث ينادي الملك اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول الملك يا ربي إنه لم يعمل، فيقول إنه نواه. كيف علم أنه نواه؟ هذا من الله جل وعلا، لا ندخل في التفاصيل كثيرة. جزاء الحسنة، هذه مسألة الآن جديدة. جزاء الحسنة أيها الأحبة 10 أمثالها، وفيه ورد أيضا أنها تضاعف إلى 700 ضعف. السؤال، هل كل حسنة تضاعف إلى 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة، أو بعض الحسنات تضاعف إلى 10 أمثالها وبعض الحسنات تضاعف إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله؟ هذا الحقيقة سؤال دقيق ومهم، وأنا أعتبره قد يكون جديدا على بعضنا. الموضوع الذي نختم به اليوم جزاء الحسنة، هل الحسنة تكتب حسنة واحدة فقط أو تكتب 10 حسنات؟ وهل تضاعف كل حسنة إلى 700 ضعف؟ وهل الرابع أن أيضا تضاعف إلى أكثر من 700 ضعف؟ هذه مسائل دقيقة لكنها مهمة، أنا أعتبرها من زبدة ما في درس اليوم، لأن أشياء عملية بالنسبة لنا. أما أن كل حسنة تضاعف إلى 10 حسنات، فقال ابن رجب مضاعفة الحسنة ب10 أمثالها لازم لكل الحسنات. وقال بهذا أيضا الإمام كذلك عبد الرحمن السعدي رحمه الله، دليلهم قوله تعالى من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها. أي حسنة تأتي بها فلك 10 أمثالها، قالوا هذا لازم لكل حسنة. طيب وماذا نقول عن مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء؟ قالوا هذا لا يكون إلا إذا وجدت عوامل سنذكرها الآن ترفع من مقام العمل بصدقه وإخلاصه وما يحث بالعمل من إيمانه تصل إلى 700 ضعف. ثم أيضا
هل إنما تزيد عن 700 ضعف؟ فبعض العلماء قال إنها لا تزيد عن 700 ضعف أبداً، وهذا قول ضعيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن القول أنها لا تزيد عن 700 ضعف قول ضعيف لهذا الحديث الصحيح. ولذلك قال النووي: هذا هو المذهب الصحيح المختار، وهذا فضل الله جل وعلا الذي يعطي عباده الخير. ولهذا ما ذكره الماوردي أن التضعيف لا يتجاوز 700 ضعف قول ضعيف ترده الأدلة الصحيحة، وهذا فضل الله جل وعلا علينا. ما هي أسباب المضاعفة؟ كلنا يريد المضاعفة، واحد سبع حسنة واحدة تتحول، لا نقول فقط إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أسباب المضاعفة قال العلماء أن هناك عوامل، منها الإخلاص والمراقبة والطاعة إلى غير ذلك. ولكن من أفضل من وجدت أجاب على هذا السؤال هو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في هذا الجانب، لما سئل هل كيف نزود أو تتحول الحسنة إلى 700 ضعف، فقال: أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى 10 أمثالها فهذا لا بد منه تفضلا من الله في كل حسنة كما قلنا. وأما لقوله تعالى: من جاء بالحسنة بالعشر أمثالها، وأما المضاعفة بزيادة ذلك عن 10 حسنات لما لا حد له إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى 1000 ضعف، إلى كما مر معنا ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. لا، وبعدين لاحظوا بعض الناس تقول ليلة القدر كألف شهر، لا غير صحيح هذا الكلام. الصحيح خير من 1000 شهر. وش نهاية هذه الخيرية؟ ما نعلم، قد تكون 1000000 أكثر أقل، فضل الله جل وعلا عظيم، ويتفاوت الناس في ذلك. فيقول الشيخ: كيف تضاعف؟ كل واحد منا الآن يفكر في نفسه، يقول تزيد إلى أكثر من 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إما بالنظر للعامل، يعني أنا وأن العامل الذي يعمل الحسنة، أو بالنظر إلى العمل نفسه، أو بالنظر إلى زمان عمل الحسنة، أو إلى مكان عمل الحسنة، أو إلى آثار عمل الحسنة. ونفصل. فمن أهم الأسباب لزيادة الحسنات هو ما يقوم في القلب من الإخلاص والصدق واليقين وحضور القلب. هذا معنى، أعطيكم مثال عملي: كلنا بعد الصلاة نسبح سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر، لكن وأنا أبدأ بنفسي، من منا فعلا وهو يسبح قلبه حاضر مع كل تسبيحة وتهليلة وتكبيرة؟ يسبح ويتلفت، أصابعه تتحرك ولسانه يذكر وقلبه ساهم، هو له أجر على هذا، ما نقول ليس له أجر. لكن قال الشيخ: هذا ليس كمن يقول لا إله إلا الله وهو قلبه حاضر، سبحان الله وقلبه حاضر. فهذا الحضور القلب من أسباب الزيادة. ولذلك ورد في الحديث أنه ما رجلان في المسجد في الصلاة، بعضهم تقبل صلاته كاملة، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وبعضهم ليس له إلا نصفها، وبعضهم ليس له إلا ثلثها، وبعضهم ليس له إلا ربع، وبعضهم ليس له منها شيء، فقد تسقط عنه. لاحظ، حتى ما يبدأ الإنسان يعيد الصلاة ويدخل في الوسواس. أنت صليت المغرب، صليت العشاء، فبفضل الله أن تمت صلاتك إذا كانت تمت الأركان. وقال الله جل وعلا: الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء، لاحظوا التدبر، الحمد لله أن الله ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون، لو قال في صلاتهم ساهون ما من تتم صلاته، كم
كم منا من يسهو، لكن قال عن صلاة ساهون، أي يتركون الصلاة يغفلون عنها لا يؤدونها في وقتها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين، ويل ويل مصلي وأثبت له الصلاة، لكنهم لاحظوا فويل الذين عن صلاتهم ساهون، أي يأخرون عن وقتها، لا يقيمون حدودها ولا أركانها، هؤلاء لهم الويل، ما بالكم الذي لا يصلي إطلاقا. إذا كان هذا الذي ويل للمصلين من يصلي، لكنه كما يقال على الفرغات، والله رأيت أناس مع كل أسف قبل المغرب في بعض البلاد العربية، ويمكن يوجد هذا، بس أنا قلنا الرأي أجل يبتل يصلي، ما هذا الصلاة؟ فإذا هو يجمع صلاة الظهر على العصر على المغرب، ليش يا أخي الكريم؟ قال والله أني عندي دوام وعندي عمل وصعب، ما هذه الصلاة التي صلاة المنافق ينقرها قبل المغرب؟ فلا، فإذا إذا كان الإنسان في صلاة قلبه حاضر يعرف ماذا قرأ الإمام، يمكن لو سئل بعضنا الآن ماذا قرأ الإمام المغرب، ما أقول من تابع الإمام فقط، بس ماذا قرأ الإمام؟ هل فعلا سنأتي ونقول نعم قرأ في سورة الشمس وضحاها وقرأ في سورة النصر؟ قد نكون ما ندري والله ماذا قرأ. طيب الذي يدري، وكثير منا يدري أنه قرأ هاتين السورتين، طيب هل تابعته؟ هل أدركت لما قرأ الشمس وضحاها مثلا أنها أو غيرها من السور كم فيها من معاني، كم فيها من دلالات، كم فيها من آثار، كم فيها من تزكية، أن أطول قسم في القرآن؟ طيب إذا جاء نصر الله الفتح، هل تأملت هذه السورة القصيرة وأنها أجل الله، أجل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه لنبيه كما قال ابن عباس وعمر رضي الله عنهما؟ فلذلك إذا يقول الشيخ من أسباب مضاعفة ذات حضور القلب والصدق والإخلاص لله جل وعلا. قال أيضا من أسباب المضاعفة الحسنات هو صحة العقيدة وسلامة العقيدة. سلامة العقيدة وطهارة القلب أمر عجيب يا أخوان. لاحظوا كم وقفت عند هذا الحديث العجيب، إذا مات الميت واجتمع له أو شفع له 40 في رواية 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيها وكما اقتصر. يعني الميت الآن نصلي عليهم، إذا صلى عليه 100، وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه لما مات ابنه وقال هل اجتمع له 40 وكان في عصفان فأخرج، فسأله لماذا 40؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت وصلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظوا شفعوا فيه، عفوا، لا يشركون بالله شيئا، لا رياء لا سمعة، القلب نقي، من يحقق هذا؟ قد يصلي على الإنسان 1000 فضل الله عظيم، لكن ما يشفعون فيه، لأنهم لا بد في قلوبهم شيء مما يخالف سلامة العقيدة ورقاء العقيدة. ولكن الحديث في شرط، قل بين قوسين لا يشركون بالله شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فهي تعم أي شيء. فسلامة العقيدة يقول الشيخ عبد الرحمن من أعظم أسباب زيادة هذه المضاعفة كما بين في هذا الجانب. ولذلك عند السلف كلمة يقولونها أهل السنة، إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إذا كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. هذا معنى عظيم. أما الدليل على تأثير الإخلاص والصدق أصحاب الغار الثلاثة لصدقهم وإخلاصهم أنجاهم الله جل وعلا مما حدث. أيضا من أسباب يقول الشيخ عبد الرحمن مضاعفة العمل هو النفع الذي ينفع به الناس، يقول ومن أعظم ذلك الجهاد. خلنا نقف مع الجهاد. أول ما أقول الجهاد أكيد تبادر أذهاننا إلى الشام وإلا إلى اليمن وإلا لفلسطين، وانظروا ماذا يقول الشيخ. يقول الجهاد البدني أي مجاهد الكفر مباشرة، والجهاد المالي وأنت في بيتك، وقد قدم الجهاد بالمال في كل مواضع القرآن على الجهاد بالنفس إلا في براءة، إلا في براءة لعظم الجهاد في المال. والجهاد باللسان من مجادلة المنحرفين وغيرهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الكفار ما يقاتل، عفوا المنافقون لا يقاتلون،
إنما باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. الذي يواجه يقول الشيخ عبد الرحمن هنا المنحرفين ويجادل أهل الباطل هذا جهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم بالقرآن، والقرآن ليس قتال، هذا في مكة ما في قتال، جهادا كبيرا. أقول هذا لأن مع كل أسف بعض أبنائنا لا يعتبر الجهاد إلا أن تكون في الميدان في المعركة، قد يكون في الميدان والمعركة ولا أقلل من هذا العمل والله أعلم بنيته، وقد يكون في بيته يجاهد جهادا أو يحاول أن يذهب للجهاد لكن ما استطاع. من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لكن صادقا من قلبه، فهذا معنى. يقول ومن أعظم الجهاد الشيخ عبد الرحمن التعلم والتعليم. أنتم الآن في جهاد ما يحتاج منا إلا إخلاص النية، فيعتبر الشيخ أن هذا طلب العلم وبث العلم من أعظم الجهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. يقول كذلك المشاريع الخيرية التي يعم نفعها، كل هذا مما يضاعف الحسنات. أيضا أن العمل الذي يبدأ به الإنسان مشروع يبدأ به الإنسان ثم يتبعه الناس سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كذلك من المضاعفة مراعاة للوقت لها وقع عظيم. هو قال إن جاء المتضررين من مهلكة، أخواننا الآن يعيشون في بؤس في مضايا في دير الزور في غزة في العراق في أماكن في العراق لا يجون في اليمن في أفغانستان، انقاذهم من هذه المهالك وهذا الجوع وهذا البلاء، هذا من أعظم الجهاد ومن أعظم أسباب مضاعفة الحسنات. لاحظوا من خلال ما ذكره الشيخ ولم ينتهي بعد أنه لا عذر لأحد. قد لا تستطيع أن تشارك في القتال، عندك ميادين أخرى، قد لا يكون أنك لا تكون عالما لكن عندك تحضر دروس العلم، قد يكون عندك ليس عندك مال. لما جاء الصحابة قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على أعمال في التسبيح والتصدق وغيرها، ولما قالوا إنهم عملوا مثل ما عملنا قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشاهد لا نريد نحسد أحدا، لا عذر لأحد، طرق الجنة مفتوحة مفتوحة. والله قد يجلس الإنسان يا أخوان 10 سنوات 20 سنة وقد يحل التقاعد ويبحث عن مرتبة ما حصل عليها، بس يتمنى أن يرفع إلى مرتبة. وقد رأيت رجلا بلغ 80 أجرت معه مقابلة، قالوا ما هي الحسرة التي تعاني منها؟ قال أنني كنت أنتظر مرتبة معينة وأحلت للتقاعد ولم أحصل عليها، وهو قد انتهى بقي يتحسر. أمور الدنيا قد تحصل وقد لا تحصل، لكن أمور الآخرة طريق مفتوح، اصدق مع الله. إذا لم تجد هذا الباب، الجنة لها 8 أبواب من حكمة الله، ما جعل لها بابا واحدا، هذا باب الصلاة، هذا باب الجهاد، هذا باب أيضا باب الزكاة، هذا باب الريان، باب الصيام، وغيره من الأبواب. ويمكن الإنسان يدخل من أكثر من باب، كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه يدخل من أي أبواب الجنة 8 يشاء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأبي بكر، لك إذا من اجتهد، وإذا علم الله صدق ما قام في قلبك وأخذت بالأسباب قد تدخل من أكثر من باب من أبواب الجنة، هنيئا لك. إذن يقول أيضا من أسباب المضاعفة أن يكون العمل له نفع عظيم، كلما كان العمل له نفع عظيم في الأمة فإنه له تأثير عظيم، حتى البهائم، حتى البهائم. وتعرفون امرأة أكرمكم الله بغي، بغي زانية، سقت كلبا، ما سقت جمل ولا شاة أو إنسان أو مسلم، كلب، فغفر الله لها. إنسان يزيل طريق شجر، شجرة مؤذية عن طريق المسلمين، يغفر له. إنسان يذهب يزور أخ له في مدينة أخرى لا يريد إلا وجه الله، يحبه الله جل وعلا. إذن لا ليس لأحد عذر، أبواب الخير مفتوحة وكل ميسر لما خلق له. هذه من أسباب المضاعفة. أيضا من أعظم أسباب المضاعفة أن يكون الإنسان كما في الحديث حسن الإسلام، تاركا للذنوب والمعاصي، إذا وقع في معصية آب إلى الله جل وعلا وتاب. أيضا فهذه مهمة لكل واحد منا، تختلف الحسنات
وتختلف السيئات بمقام الإنسان. يعني سأل النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن، إذا اتقين لهن أجر عظيم جدا. وفي الوقت نفسه يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قالوا كلما ارتفع مقام الإنسان في العلم فإن ذنبه يكون أعظم وتقصيره يكون أشد وحسنته تكون أعظم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. مقابل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ويقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كلما ارتفع مقام الإنسان كان عمله شد، ما بال بعض طلاب العلم لا ينتبهون لبعض تصرفاتهم لبعض أخطائهم التي يقلدهم فيها الناس وهم قدوة عند الناس، وهذا باب عظيم الحقيقة وخطير لا ينتبهون له. أيضا قال العلماء مما يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي من أسباب مضاعفة، لاحظوا ما يقوم في النفس من معارضات. كيف؟ أحيانا بعض الناس يقوم بالعبادة وسهلة عليه له أجره، لكن أحيانا إنسان قد يكون أمر صعب عليه، يقول الشيخ عبد الرحمن هذا أعظم أجر. ما يقوم في النفس من معارضات نفسية أحيانا، ويحدث لكل واحد منا. تريد تصوم بكرة الخميس، أصوم ما أصوم، الله صعب، ربما متعود أني أشرب قهوة، نعم أصبر إلى المغرب. فإذا عزمت وصمت أعظم أجر، لأنك لم تستسلم لنفسك التي تريد أن تقعدك. فيقول الشيخ عبد الرحمن في هذا الأمر القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والمعارضات الخارجية، فكلما كانت المعارضات أقوى والداعي للترك أكثر كان الأجر أعظم. لا تستسلم لنفسك ولا تطع هواك وشيطانك حتى تنال الأجر العظيم. أيضا يقول مما يرفع الدرجات شهود مقام الإحسان والمراقبة وحضور القلب في العمل، فكل هذا كما بينا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا وقفت أمام الله فهو الذي ينظر إلى قلبك. الناس لا يعلمون، الناس لا يعلمون عنك ولا يهمهم هذا ولا يعنيه، إنما الله جل وعلا هو الذي ينظر في هذا الأمر. وأخيرا قد يحيط بالعمل الصالح من العوامل ما يكون أكثر أجرا وأعظم درجة، فاحرص على أن تحقق ذلك.